السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدة قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر المباشرة من مدينة أزمور. مشاهدة قناة شوف تي في، حنا جينا عند واحد السيد اللي معروف في المدينة، في مدينة أزمور، هو با العروسي. با العروسي الغني على التعريف، با العروسي بالنشاط ديالو، بالضحك ديالو، بالفرجة والمتعة ديالو. با العروسي هو كان كيقابل واحد الباركينغ، كاين جيت دار الضريبة، الناس ديال مدينة أزمور غادي يعرفوا هذا المكان فين بلاصة. با العروسي كان ديما ناشط، ديما ضاحك، ديما الفرجة والمتعة على اللسان ديالو. با العروسي هو الآن طريح الفراش، انا كنهضر وبا العروسي كيبكي، انا كنهضر والام ديالو هي وياه كطيح وكتنوض معاه. با العروسي مد يده للمحسنين والناس يوقفوا معاه ويتضامنوا معاه. با العروسي دابا الان طريح الفراش، دابا غير الام ديالو ها هي كبيره في السن، وغنعطيوها الكلمه باش تقربنا من المعاناه ديال با العروسي. با العروسي كان من اطيب خلق الله، هو طريح الفراش الان. با العروسي كيدير لي كوش، با العروسي كيدير لي كوش، خاصو الدواء، خاصو العنايه. المراه كبيره في السن والكبير هو الله، هي اللي مراقباه وهي اللي مقابلاه. حنا غادي نعطيوها الكلمه باش تقربنا من المعاناه ديال با العروسي. با العروسي كيقولوا انه مريض بالصرع، با العروسي عنده مرض مزمن، مريض بالسكر، طونسيون، هو طريح الفراش، يعني الجنب ديالو كامل راقد عليه، الجنب ديالو كامل، رجليه ويديه والفم ديالو، يعني الجنب ديالو كامل راقد عليه. ميمتي قربي الميكرو عندك، شنو ممكن تقولي لنا شنو واقع ميمتي؟ نقول لك اوليدي طاح على ربي وراسهم والمحسنين، ما عدوش ما في حالوش، كان مجوج خايد مرا كفيفة بارك معاه في الدار واكلين شاربين. انا ما كنت مهنيه منه، وانا كنت نطلع خضار عند الفلاحه اللي نبيع حبش عايشه، واليوم راني الموجود له وراني انا اللي قابلته، وواحد طيح ونوض معاه صباح وعشيه الا سوى الله تبارك وتعالى. واليوم دات اختها وسادت الدار اللي كانوا مباركين فيها، وقاست لي حويجاته في دار الكرية البيت ب 6000 ريال، وقال لكم وليدي الموجود الله. لي حويجو؟ الموجود الله، الغالب الله. دابا وليدي ما عرفنا دارو فين، لا وليد لا بنية. الموجود الله. الحمد لله. والحمد لله. ونطلب منكم الله يجازيكم، الله يخليكم، الله يجعل ربي يعاونكم في الغيب، الله يجعل ربي ويثبت حسنتكم، والله يجعل ربي ويشوف من حالنا وحالكم، والله يرحم الوالدين والوقت هو هذا. وكيفاش كديري ميمتي باش كتصيري دابا عليه؟ ما عنديش الموجود الله. موجود الله. الموجود الله. الغالب هو ربي. والو ما عندي الموجود الله. البيت انا تكريت انا ويا بيت هنا ب 6000 ريال، لا من لا ما نصير لا ما نجي، الحمد لله. اللهم لك الحمد. كيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، با العروسي راه باغي يوقف وباغي يهضر وباغي. با العروسي ما قادش، راه الام ديالو كيف ما كتشوفوا هي اللي كتقاد ليه، هي اللي مقابلاه. با العروسي بعد ما كان انه مزوج بواحد المراه اللي كفيفه، يعني مراه ما كتشوفش، كيف ما قالت الام ديالو، ها هي تخلات عليه وسدات الدار وجرات عليه ولاحت ليه حويجو، دات ليه الوراق، دات الرميز، دات لاكار، خلاته الله الله، داتهم، دات الورقه تاعت الدواء، كل شيء داتو حطات عليه وداتو. ها الجيران ها يقولوا، الجيران يقولوا راهم حاضرين الجيران اوليدي، كل شيء داتو وسدت الدار ومشات، راح وجاتو مال في الحال. وكيفاش كديري معاها ميمتي مع المارد وذاك الشيء؟ واش غادي؟ وانا كرهت ولا منغلوحه لا وليد لا بنيه. وليدي انا تعافرت تنشوف الله اش دار لي انا وياه، الغالب الله. كي غندير؟ كاين غير انت وياه ميمتي. انا وياه والله سبحان الله لا حتى اقل من هذا، انا وياه وربي صافي. وانت عرفاه باش مريض دابا ولا؟ ما عرفاه وليدي هكا كتسمع. ياك سمعتي بنك قال لك وصحابه لا حنا نصحابه مريض هما مدينه مطيحين وصحابه، قال لك نيت عيطوا علينا
في التليفون قالوا لينا ديروا لا ما سطوش ديروا ديروا تحقيق مع صحاب الباركي على صحاب الشرطه. حلو. وي ومعني مشينا مع دوك البوليس قالوا لينا سيروا رحنا غادي 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 يبان ما يجيش ولا حد. مشينا بحالنا حتى قالوا لينا راه ما يروح في السبيطار. هذا هو ولي. امي امشي كيفاش كديري معاه وانت كبيره في السن والكبير هو الله امي امشي كيفاش كديري الماكله والكرا باش كتخلصيه؟ الله تبارك وتعالى ما عنديش المحسنين اللي جاي راه يجي يشوفي راه يعطيه لك قسم الله وخصوصا با العروسي راه معروف ازمه ويلي يا وليدي ويلي ويلي معروف في الباركيل كان عايش ومراته مراته اللي ما كتشوفش كفيفة كفيفة جاتها جاتها خطا ولحوا لي حويجو للزنقة لحوا لي حويجات وراه ماتوا البوس ما عطوش حويجو كاملين راه متوع البوس راه ما يسمعوا فيه لا غيره تمن لك الأوراق جاتهم دارتهم في الساك قصيفتنا لا قلنا يعطيها لك رديل ويعطي أوراق وما بقاش يعطي ميمتي دابا انت ملي كيبغي يخرج يبغي يخرج للزنقه يبغي يجلس في الكروسه ديالو كيفاش كديري معاه؟ ما يخرجش الا بغيتي غير تخرجي كيفاش كديري معاه؟ ما نطلب الناس نطلب الناس كيهزوا راه هزوا هاد السيد دارفه هو اللي خرجوا راه كمشتو هو وهو اللي خرجوا هو اللي ما خرج خرجوا ما خرجش راه يبقى ايوا هذا هو كيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في الام ديالو اللي كبيره في السن والكبير هو الله هي هذه عايشه معاه في هذه الغرفه هذه مع هاد المعنات مع هاد الحويجات كيف ما كتشوفوا ان الكرام كاريه هاد البيت هذا ب 6000 ريال ما حيلتها ليه لولدها اللي هو هذا ما حيلتها لراسها ما حيلتها للصاير ما حيلتها للكرا ما حيلتها للمعيشه فهي دقات الابواب ديال المحسنين كنتمنى هذا النداء ديال هذه الام هذه الكبيره في السن والكبيره هو الله انها تلقى اذان صاغيه تلقى قلوب رحيمه انها ترحمها هي وترحم با العروسي اللي هو الان طريح الفراش ما قادرش يوقف ما قادرش يتكلم ما قادرش يعبر على الجرح ديالو اللي كاين لداخل ديالو اللي كاين في الصدر ديالو وداك المرض وداك المعاناه كيحس بها غير هو والله والله سبحانه لله ميمتي صابره ميمتي وانا صابره بالزمن وانا صابره بالزمن واش غندير واش جهدي جهد الله جهد الله وحكم حكم الله كانت مع نتاعش العبد كان مرحبا بها مرحبا كانت مع العبد نتخلصوا منه ربي كبير كانت من عند الله مرحبا بها كانت تاعت الله مرحبا بها ما عندي ما نقول اين الغلوه تاعت الله وتاعت العبد اللي خايبه الظلم خايب وتعدو خايب دعينا من الله دعينا من الله كرسوه وطيحوه وباقي زيد باغي يعيش وهما قطعوا لي العيشه ديالو تا هما غادي يجيب الله من يقطع عيشتهم اللي سار بيه هو يسير بينا كاملين كنت كتسنى يا ميمتي انه هو يصرف عليك هو يقابلك هو كل شيء كان وليدي هو انا يرفع عليا يعطيني ودابا ميمتي ودابا الغالب الله الغالب الله انتم كتشوفوا هذا يعطى الله انتم دخلتوا على غفلات ومشتوا ما نكذب ما خزنتوا ما دركتوا راهم كيجيو الناس راهم كيشوفوا يطلعوا عينيهم اللي كاين هو هذا هاو ما خزنتو ما دركتو الوقت تبدلات ميمتي ويلي يا وليدي كان كيرفع عليك وكل شيء ودابا انت شوف دابا انت وليتي كترفي عليه ومقابله ميمتي ويلي واش ندير الزمان تبدل انا من غنلوحو لوحو على ما كاين عندو لا ولد لا بنت المراه راه مداتها خدها داتها عندها وخلاتو وبعد قلات صحتو واش بقات غادي غتشدو غتشدو مشاهده قناه شوف تي في من طبيعه الحال هذا نداء هذا هو الحويجات ديالو ها الناس فين عايشين ناس بسطاء من طبيعه الحال كيف ما كتشوفوا الحويجات ديالو بعد ما انه كان مزوج كيف ما قالت الام ديالو كان مزوج بامراه كفيفه مراه ما كتشوفش كان مقابلها وحاضيها ويصرف عليها
فجات ختها داتها وعطاتو حوايجو وشردوه، فما لقى المكان، ما لقى حتى شي مكان سوى الام ديالو، الصدر الدافئ، الحجر اللي تخبى فيه ها هو رجع عند الام ديالو من طبيعه الحال. كيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، هذا نداء ديال الام اللي كبيره في السن، كاينه هي ولدها هما بجوج والله معاهم، هما بجوج، كاينه الام وكاين با العروسي. با العروسي غني عن التعريف، با العروسي جميع الساكنه ديال مدينه ازمور كيعرفوه، كنتمناو من الساكنه ديال مدينه ازمور يجيو يطلعوا على با العروسي، يجيو يخلصوا ليها الكرة، يجيو يهزوه يديو للسبيطار. شوف انا كنهضر با العروسي كيتنخصص، انا كنهضر با العروسي كيتنخصص بالبكاء، راه نعطيه الكلمه راه قادر يهضر وقادر يعبر، ولكن الفم ديالو الجوارح ديالو ما قادرينش. فمشاهدي قناة شوف تي في، رجاء بارطاجيو هذا اللايف هذا باش يوصل للمحسنين، يوصل لقلوب رحيمة اللي ترحم هذه الأم هذه اللي كبيرة، والكبير هو الله، مرادفة مع الزمان هي وبو العروسي اللي مريض حداها، ما عندها لي جهد، ما عندها لي جهد، العين بصيرة واليد قصيرة، ما عندها لي جهد. هاهي كتشوف فيه كاينين، كتشوف فيه كيتألم، كتشوف فيه، أنا كنهضر معاها والمهم تي هي كتبكي قدامكم كيف ما كتشوف، وهي كتبكي قدامكم، هي كتشوف فيه كيتألم كيتعذب، ولكن ما قاداش داكشي علاش هي فتحت قلبها وفتحت يديها للمحسنين والناس ديال ازمور والناس ديال المغرب والناس الجاليه المغربيه المقيمه بالمهجر، انهم يتضامنوا مع با العروسي ويمدوا له يد المساعده. فكنتمنى النداء، كنتمنى النداء ديال 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 الام ديال با العروسي انه يلقى اذان صاغيه ويلقى قلوب رحيمه. فالناس ديال المغرب ولا الناس ديال المهجر، راه من طنجه للقويره، من القويره لوجده، ناس الجود، ناس الكرم، ناس العطاء، ناس السخاء، ناس التضامن، ناس اللي كيحبوا الخير. ها واحد الحسنه، حنا وصلنا الصوت ديالها، ديال الام ديال با العروسي، راه كاين رقم تليفون، رجاء اتصلوا بهم وعاونوهم ومدوا لهم يد المساعده. فكيف ما كتشوفوا راه غير هذا الصديق ديالو، هذا اللي كان خدام معاه في الباركينغ، جا كيطلع عليه، هو جا كيتفقدوا، هو جا كيخرجوا ويعاونوا شويه ويهزوا كل شيء، ولكن في سبيل الله، الحمد لله، في سبيل الله، الحمد لله. يلا خرجوا ها هو، شوف غادي يخرج با العروسي ويحاول انه يهزو. بشويه عليها ميمتي، بشويه، ما تخافيش كيف ما كتشوفوا. شوف با العروسي انا ما قادرش يوقف والو والو. شوف هاي اجي تصور، جيت رجع كيقول لي بلاتي با العروسي راه كان من اطيب خلق الله، ديما ظريف، ديما الابتسامه، ديما الضحك. ها هو با العروسي ما قادرش يوقف مسكين، ها هو با العروسي طريح الفراش، ها هو با العروسي ممدد على الارض. انا كنهضر با العروسي كيتنخصص، باغي يبكي وما قادش، ولكن اللي كيحس بالالم والجرح ديالو هو با العروسي. ما حنا واخا نقولوا اللي قلنا، عمرنا ما غنوصلوا المعاناه ديال با العروسي. انا هضرش بزاف، الى حقاش الام راه جهدات قاده، هضرات وتكلمات ووصلات، ولكن جهدات قاده. فرجاء المشاهده قناه شوف تي في، نتضامنوا مع با العروسي ولو غير بالبارطاج، ولو غير بالبارطاج، غير بارطاجي غير هذا الفيديو هذا باش يوصل للمحسنين ويتضامنوا مع الام ديالنا، اللي نعتبروها ام ديالنا، وبا العروسي نعتبروه اخ ديالنا، نعتبروه واحد من الاسره، واحد من العائله. با العروسي راه من اطيب خلق الله، كنقول كان مقابل الباركينغ ديالو ومزوج بواحد المراه ما كتشوفش مسكينه، يصرف عليها، مراقبها، معاونها. ها هو با العروسي الان طريح الفراش معاه الام ديالو اللي في جنبه، كيف ما كتشوف. ها هو با العروسي يدو ما يقدرش يهزها. با العروسي تقدرش يهز يدك؟ لا والو، ما يقدرش يهز يدو. فمشاهده قناه شوف تي في غادي راه يمكن صوب الطبيب، صوب الطبيب. اليد الاخرى؟ صوب الاخرى، شوف. اليد الاخرى صافي، راه هي صافي ردنا. يعني الجنب ديالو كامل راقد عليه. شوف كيفاش كيدير، كيعاني. كيعاني. يعني الجنب ديالو، هذا الرجل
اليسرية واليد اليسرية راهما مسرحين، واليد الرجل اليمنية واليد اليمنية اليسرية اليمنية راهما راكدين عليه. فرجاء المشاهدة قناة شوف تيفي كنتمنى هذا الفيديو يلقى أذان صاغية ويتعاونوا معاه. فتحية لكم، نضرب لكم موعد في بث مباشر واحد آخر. إلى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. السلام عليكم.